السلام عليكم، معكم مازن حمدو شي فيديو جديد. الوغ لاول مره كتشاهد القناه ما تنساش انك تابونا تفعل الجرس هكا يبقى وصلك الجديد، وغتلقى فيديوهات اللي غادي يفيدك بزاف. الفيديو ديال اليوم جد مهم، غادي نهضروا فيه الا ما كنتيش باغي تجنن جات في لاصال، الا باغي بومب خيالي، الا باغي ان العضله ديالك تبقى دائما تكبر وانها تطور، ولا بغيتي تحس بان التدريب ديالك كتستافد منه بزاف عضليا وتطور وتشوف مظهر جديد ديالك. غتلقى كل شيء في هذا الفيديو هذا اللي غادي يبسط لك هذه القضيه، خصوصا من ناحيه ديال التدريب ديالك. معلومات جد مهمه. اذا عجبك الفيديو ما تنساش انك تاخذ كابتشور ديكرون طاقيها في ستوري، تحطها في ستوري ديالك وطاقيني، غادي نعاود نحطها عندي. تحياتي الخالصه لكم، السلام عليكم. اول حاجه غادي نهضروا عليها، انت غادي لاصال، شنو الهدف ديالك؟ باغي دير واحد التدريب واعر، باغي دير واحد البامب واعر، وباغي يعني تسمح للعضله ديالك انها تستافد 100%. الا بغيتي توفر يعني هذا الشيء اللي كتقلب عليه نتايا في التدريب ديالك، من الاحسن انك تولي تاخذ واحد، الا بغيتي تسميه مشروب، انا غادي نعطيك المكونات ديالو، ولكن خاصني نفهمك علاش. غادي تاخذ مثلا السبانخ اولا اي مصدر ديال الاوراق خضراء، يعني قزبر، معدنوس، اي حاجه انت تقدر تاخذها يعني تشربها، يعني ديرها مع الماء. غادي تزيد عليها الكورنيشون اولا تزيد على اي حاجه مرقده في الملحه، وانا نشرح لك علاش. نتايا لما كتكون غادي التدريب ديالك، العامل اللي غيخلي يعني المرور ديال المكونات للعضله ديالك هو البوتاسيوم. البوتاسيوم غتلقاه في جميع الاوراق الخضراء، يعني جميع المصادر اللي لونها اخضر. ثاني حاجه وهو انه الصوديوم اللي هو غادي يخلي لك انك تقدر يكون واحد البومب في العضله ديالك. علاش؟ لان الصوديوم لما كيدخل هو اللي كيحرر الكالسيوم، وداك الكالسيوم هو اللي كيحرك واحد اللعيبه، باش ما ندخلش في التفاصيل، اللي كتكون مبلوكيه ديك الحركه ديال العضله ديالك ما بين الميوزين والاكتين. المهم حنا ما كيهمناش هادشي، خاصك غير تفهم انه الصوديوم اللي كتدخله كيمكن انه يكون عندك واحد البومب احسن. هادشي علاش فداك المشروب قلت لك دير السبانخ او دير يعني مصدر اللي خضر، غيكون هو مصدر البوتاسيوم، يعني هذاك هو المصدر اللي غادي يخلي لك الماء او المكونات اللي خديتي انت تدخل العضله وتستافد انت بشكل اكبر. ثاني حاجه الصوديوم هو اللي غادي يكون في الكورنيشون او اي حاجه مرقده في الملحه، هو تقدر تاخذ غير الملحه الراسه، ولكن علاش كنقول لكم احسن تاخذ واحد المكون اللي مرقد في الملحه، لان الامتصاص ديالو غادي ديال الصوديوم في هذه الحاله غادي يكون افضل. يعني الا خديتي واحد المصدر السبانخ وزدتي على الكورنيشون هو ذاك الخيار الصغير اللي كيكون مرقد في الملحه، او الزيت اللي مرقد في الملحه، غادي يكون واحد الامتصاص افضل. ثالث حاجه هو المغنيسيوم، داكشي علاش انا قلت لكم السبانخ، لان السبانخ كتحتوي على البوتاسيوم وعلى المغنيسيوم. المغنيسيوم هو اللي غادي يخلي هذاك العمل ديال البوتاسيوم صوديوم مزيان، غادي يخليه يعني منتظم، غادي يخلي الحركه الكهربائيه يعني العصبيه في العضلات ديالك مزيانه، يعني ما غتحسش بتجنوجات. يعني هذا المشروب هذا ملي كتاخذو شنو كتستافد؟ كتستافد انه البومب ديالك يكون افضل، كتستافد يعني مرور ديال مكونات العضله بشكل اكبر. ثاني حاجه انه كتبعد من التشنجات، وكتبعد من اي حاجه اللي تقدر تصيبك اثناء في التدريب، يعني مثلا ارتجاج او تحس بديكرونب وما تقدرش تكمل التدريب ديالك. يعني اولا ملي كتاخذ هذا المشروب هذا، فانت كتضمن ان الحصه ديالك غادي تكون اولا صحيه، وثانيا غتستافد من واحد البومب بشكل كبير. انا عطيتك المكونات، اي مصدر تقدر كاع تدير الخضر الخضراء او لا ديال الاوراق، من الاحسن تكون ديال الاوراق خضراء، يعني سبانخ، قزبر، معدنوس، اي حتى النعناع، كاع حتى النعناع الا كنتي بغيتي ما كاينش اشكال. وغادي تزيد معاه يعني مصدر اللي يكون مرقد في الملحه، مثلا بحال الكورنيشون، مثلا بحال الزيتون، ولا اي مصدر اللي تلقى بحال هكا مرقد في الملحه. ومن الاحسن انك تلك السبانخ، لان كيحتوي حتى على المغنيسيوم، والاغلبيه ديال الاوراق كذلك كتحتوي على المغنيسيوم. فهنا انت كتضمن ثلاثه المعادن اللي غادي تضمن لك البومب، مرور مكونات وتشنجات ما تكونش عندك في التدريب ديالك. الوغ ثاني حاجة وهي الحركة السلبية والمسل مايند كونيكشن بصفة عامة، واليوم غنبسطها لك وتفهم علاش كنأكدوا عليها، لأن يعني الأغلبية غير كيسمعها وما كيطبقهاش، ولكن إلا طبقتيها غتستافد بواحد الشكل كبير، وأنت غتوضح لك الصورة دابا. حنا عندنا ما يسمى بسينابس نورو ميسكولار، ما تحمقش راسك، حنا غنبسطوها إلى أبعد مدى. أي فيبر في العضلة ديالك، يعني أي ليف في العضلة ديالك، مرتبط بواحد النورون كيتسمى النورون المحرك. علاش مرتبط بهذاك النورون؟ مرتبط بهذاك النورون لان انت اي حركه بغيتي ديرها سواء في لاصال سواء برا لاصال، العقل كيصيفط واحد التردد كهربائي. كل ما كان داك التردد كهربائي عالي، كل ما كان التردد كهربائي عالي، كل ما كتكون القوه يعني ديال الانقباض يعني والقوه ديال العمل ديالك انت اكبر، وكل ما كتقدر يكون طلب على الخدمه ديال الالياف اكثر. يعني باش نبسطوها، الا مشيتي انت هزيتي 10 كيلو في لاصال مثلا خفيفه، 10 كيلو كتجيك انت خفيفه، بديتي كتهز، ملي كتهز وكتهبط، قدر الجسم ما يخدمش مثلا الالياف ديال الصدر كامله، لان
10 كيلو ماشي شي حاجه اللي كثيره، بينما ملي كتمشي انت فواحد التركيز تام والحركه السلبيه هي الحركه اللي كتجي عند الجاذبيه، يعني ملي كتدفع هنا وكتجي مهبط فالحركه اللي كتجي عند الجاذبيه هي الحركه السلبيه. هنا ملي كتكون انت مهبط الجسم يقدر ما يخدمش بالالياف كامله لانه ما كيطلبش هذاك التركيز، لان التردد اللي كيوصل من العقل ديالك تردد خفيف فيخدم بعض الالياف. هادشي علاش انت كل ما كان التركيز ديالك عالي وكل ما تقلتي الحركه السلبيه كل ما كتحفز ان ديك الاشاره اللي غادي توصل تكون بتردد اقوى، يعني كتقدر يكون واحد الانقباض اللي عالي فكيكون واحد الضخ ديال الدم اللي افضل. ثاني حاجه هو انك تقدر تسوليسيتي، يعني تفعل عدد اكثر ديال الالياف. علاش؟ لان ملي كتوصل تقول مثلا كنت في 10 كيلو وصلتي للسرير الاخر 80 كيلو، في السرير الاخر ديال 80 كيلو واخا ما تركش الجسم كيكون في واحد لو ستريس اللي كيصب التركيز كامل، وكتكون التردد الاشاره ديال التردد اللي كتوصل للمشكل عاليه لان تقول كبير فكيقدر يشكل عليه خطر او لا اصابه، يعني كيشكل تهديد. فالتركيز ديال 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 الكهرباء السويره العصبيه اللي توصل للعضله غيكون كبير، يعني غيحفز لك اصلا الياف واخا تكون انت مركش كتولي بسيف عليك مركز. داكشي علاش كنت هاز 100 ولا 80 كيلو راه كتولي تغوت وكتولي صاحبك كيقول لك هز فازي خي محسن ولا ما نعرف، فهمتيني؟ ضروري كيكون التركيز ديال كبير، بينما ملي كتكون اوزان صغيره ما كتكونش، يعني تقدر انت كتهزو وكتخمم في حاجه اخرى لانه قادر انت تحكمه والجسم ما كيخدمش الياف كامله. داكشي علاش كل ما ركزتي كل ما غادي تفعل ان التردد ديال الرساله الكهربائيه يكون اعلى، يعني غادي يكون واحد الرساله اقوى غتخدم انت بشكل اقوى اكثر، وكل ما غتقدر يعني تحفز الياف اخرى تخدم، يعني العضله ديالك كتستافد بشكل اكبر. هادشي علاش اساسي الحركه السلبيه، وهادشي علاش اساسي الماسل مايند كونيكشن، لانك كتفعل الياف اكثر وحتى يعني القوه ديال العمل ديالك كتكون افضل. احنا حاولنا غنبسطو بيان سور، امر معقد لانه وفيه شرح ديال التواصلات الكيميائيه، ما حنا حاولنا غنبسطو علاش انه الحركه السلبيه اساسيه، وانه لا قارنتيها مع فاش كتقل راه كاين فارق. يعني التركيز خاصو يكون من الاول دائما التركيز ديالك مع فين باغي توصل، ومع انك تقلها واخا 10 كيلو انت كتخيلها اكثر وكتهبط بواحد الصفه اللي بطيئه، هكا كتستافد اكثر وكتخلي العضله انها تمشي لاقصى حد ديالها. الو ثالث حاجه وهي التنفس، وركزوا معايا هذا امر اللي مهم بزاف. الو بالنسبه للتنفس حنايا في الرياضه ديال كمال الاجسام بصفه عامه ما كنعتمدوش على الاكسجين بشكل كبير، بل كنعتمدوا على الATP، كنعتمدوا على الفوسفوكرياتين، لان عندنا واحد الشده عاليه في واحد الوقت قصير فخاص واحد المصدر ديال الطاقه اللي هو سريع. هادشي علاش عكس رياضات اخرى بحال الناس اللي كيديروا يعني السباحه، بحال الناس اللي كيديروا ماراطون، بحال الناس اللي كيستعملوا يعني الدراجه بيكالا، بصفه عامه هادو كيعتمدوا دائما كتلقاهم التنفس عندهم جد مهم لان كيستعملوا بالاكسجين يعني كمصدر طاقه، كتسمى لافوا ايروبي، يعني كتعتمد على الاكسجين. بينما في الحاله ديالنا حنا كنعتمدوا على مصادر الطاقه اللي سريعه اللي ما كتدخلش فيها الاكسجين بشكل كبير، يعني كيكون ولكن ماشي بشكل كبير. ولكن لما كتبدا تطول في التدريب، يعني لما كتوصل لوسط ديال التدريب ديالك او انت من النوع اللي غيخدم جوج عضلات او لا غادي ياخذ مده ديال التدريب اكثر من 45 دقيقه، هنا كتوصل لواحد المرحله ديال التدريب كتولي تستنزف من الدهون كمصدر طاقه. لذلك باش يتم الاكسده ديال دوك الدهون والاستفاده منها كطاقه للعضله ديالك الخلايا خاص ضروري الاكسجين. لذلك انت التنفس راه اساسي من الاول ديال الحصه ديالك، ولكن خصوصا في الوسط ديال التدريب وهذه كيكون الاكسجين اكثر فعاليه لانه غادي يقوم بالاكسده ديالك مع الدهون وتستافد منها كطاقه. وحنا كنقولوا دائما هنا غير في تبسيط، لذلك انت لما تكون فواحد الحركه اللي غادي مثلا غادي تدفع فيها لبرا فانا خاصك تمشي يعني تخرج، ولما كتكون في الحركه اللي مرتاح اللي كتكون مع الجاذبيه، يعني هي جايه مع الجاذبيه، فتما فين كتاخذ داك الشهيق ديالك. كل ما مشيتي بهذه الطريقه هذه كنقول لك غادي تلاحظ تحسن. راه حنا الديفو ديالنا هو اننا كنحقروا الاشياء كنقولوا تجات غير على هذه اللي غادي تبدل لي انايا في اي حاجه في الحياه، واش فهمتيني؟ من بعد مرات كنبقاو نحقروا دوك الاشياء الصغيره فما كنطبقوهمش فكنبقاو غير نشكيو. داكشي علاش حاول اي حاجه كتجيك ولو بسيطه طبقها، دخلها اخويا ولا اختي في التدريب ديالك، صبر وعطيها واحد الفتره باش تحكم واش انها بعدا صحيحه او لا ما صحيحاش. هي 100% صحيحه ولكن انت خاصك بعدا تجربها، خاصك تجربها باش تستافد. يعني التنفس راه عمليه دي جد مهمه، ابار من انها غادي توصل لك اكسجين للخلايا اكثر فغتساعدك كذلك في انه الاكسده ديال الدهون والاستعانه بها كطاقه، خصوصا ملي كتفوت المرحله المتوسطه ديال التدريب، لانك بدا يسالي لك المصادر ديال الATP المباشر، كتبدا تستنزف المصادر ديال الجلايكوجين فكتدخل في هذه المرحله هذه. لذلك هذا امر مهم بزاف، دائما خذ واحد التنفس اللي كبير ملي تكون في ملي كتكون في هذيك الحركه ديال
ديال اللي مع الجاذبيه يعني هابط لبرا او الكيبر راجع، وفي الحركه اللي غتكون ضد الجاذبيه فهنايا طلق داك الهواء اللي كيكون في الري ديالك. هنا غادي تستافد بزاف لان كل ما كان التنفس ديالك مزيان كل ما غتساعد كذلك في السعال ديال الدون، كل ما غتوصل يعني واحد الاكسجين الخلي ديالك، لان في المراحل الاخيره في التدريب الجسم كيولي يعتمد على الاكسجين بواحد الشكل اللي مهم، فما تضيعش يعني اشياء اللي انت بسيطه وقادر تستافد منها بشكل مهم، سواء الصحه ديالك ولا سواء التدريب ديالك. بيان سور الاشياء اللي تقدر تزيدها واللي تقدر تدعم لك هذاك التركيز وتدعم لك هذاك التطور ديالك، الكافيين بحال في القهوه يعني قبل التدريب تكون جد مفيده، الارجينين والسيترولين لان غادي يروح حتى فوق ديال الدم اكبر، هادشي غنديروا عليه فيديوهات خاصه، القهوه ديجا درت عليها فيديو خاص. ملي كنحاول نزيد كذلك مكونات اللي تقدر تستافد منهم بزاف، مثلا الارجينين والسيترولين الكافيين يعني القهوه، هادو غيكونوا جد مساعدين لك. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على الكرياتين، كنفضل انك تاخذ كرياتين من مور التدريب الا ما كان عندك حتى مشكل في الصحه ديالك او في الكلى ديالك، باش تستافد خصوصا انه يكون واحد الولوج ديال المياه لي انتراسيلولير داخل الخليه العضليه، لان الكرياتين اللي غادي يساعدك في الطاقه راك انت قادر تجيبه من التغذيه ديالك، ماشي ضروري تاخذه يعني قبل التدريب. هذا كان بيت الخيص وبيت بسيط، راه بيان سور كاين شي امور كنشرحها هي اكثر تعقيدا، مي حنا كنحاولوا نبسطوها، وكذلك راه ما كنحاولوش نصعبوا هذه الرياضه هذه، راه هذه المعلومات اللي شتي دابا هي معلومات جد بسيطه تقدر تطبقها، ولكن الاغلبيه ديال الناس كيحقروها يعني ما كيعطيوهاش واحد الفرصه، كيبقى غير سابع بها وكيدير راسو كيديرها، ولكن لا جاي يركز غير لقى راسو ما كيتقلاش ما كيديرش، حيت نتحدى اي واحد كيدخل سيري وكيركز في 10 كيلو بحال هز 100 كيلو ومركز 100% وما كيهضر ما والو، فهمتي يعني الا ركزتي غتلقى تقدم، باغي تقدم صبر وضحي. المهم اليوم حاولت نكون واحد التبسيط، تحياتي الخالصه لكم، لعدكم عجبكم الفيديو لايك وبارطاجيو، السلام عليكم.